هنبدأ مع حضراتكم مجموعة من الأخبار اللي حصلت امبارح. امبارح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي في شرم الشيخ. تم عقد جلسة مباحثات موسعة، وأكد سيادة الرئيس اعتزاز مصر بالروابط التاريخية اللي بتجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص مصر على الاستمرار في تعزيز التعاون الثنائي مع الإمارات في مختلف المجالات. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة شرم الشيخ سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وولي عهد أبو ظبي. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس رحب بأخيه ولي عهد أبو ظبي في بلده الثاني مصر، مؤكداً سيادته اعتزاز مصر بالروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص مصر على الاستمرار في تعزيز التعاون الثنائي مع الإمارات في مختلف المجالات، وتكثيف وتيرة انعقاد اللقاءات الثنائية بين كبار المسؤولين من البلدين بصورة دورية للتنسيق الحثيث والمتبادل تجاه التطورات المتلاحقة التي يشهدها العالم والمنطقة. من جانبه أعرب سمو الشيخ محمد بن زايد عن خالص تقديره لحفاوة الاستقبال من السيد الرئيس، مشيداً بما تتسم به العلاقات المصرية الإماراتية من أخوة سابقة ووثيقة. كما تناولت المباحثات عدداً من أبرز الملفات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث عكست المناقشات تفاهماً متبادلاً بين الجانبين إزاء سبل التعامل مع تلك الملفات، وقد تم التوافق في هذا السياق على تعظيم التعاون وتنسيق المصري الإماراتي لتطوير منظومة العمل العربي المشترك، بما يساعد على حماية الأمن القومي العربي وتعزيز القدرات العربية على التصدي للتحديات التي تواجه المنطقة والتهديدات المتزايدة للأمن الإقليمي. حيث شدد السيد الرئيس في هذا الإطار على التزام مصر بموقفها الثابت تجاه أمن الخليج ورفض أي ممارسات تسعى إلى زعزعة استقراره. امبارح السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية وجهت رسالة للأمهات المصريات في عيدهم، وقالت عبر فيسبوك: في عيدها أهنئ كل أمهاتنا، فبرغم كل التحديات تظل الأم المصرية نموذجا يحتذى به كبطلة وشخصية محاربة من أجل أسرتها، فتحية فخر وتقدير إلى كل أم، المعلم الأول للأخلاق والمبادئ والمثل الأعلى ومنارة الحب والحنان. القوات المسلحة نظمت زيارة ميدانية لعدد من طلبة كلية الحقوق جامعة حلوان إلى جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، وده بهدف تعريف الطلاب بمهام الجمعية والخدمات اللي بتقدمها لأبنائها من المحاربين القدماء ومصابي العمليات الحربية وأسر الشهداء، وكمان إبراز جهود القيادة العامة للقوات المسلحة في الدعم الدائم والمستمر للجمعية. دلوقتي تعالوا نتابع تقرير عن أهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، منها طبعا القرارات الخاصة بتخفيف أثار أزمة التضخم العالمية على المواطنين، أيضا التوجيهات الرئاسية بالعمل على ضمان توافر السلع للمواطنين، ده غير تحديد سعر الخبز الحر، وأخبار تانية كتير. امبارح كان في مجموعة من الأخبار المهمة، خاصة المؤتمر الصحفي اللي عقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، واللي أكد فيه على إنه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على حزمة من الإجراءات الحمائية، منها زيادة المعاشات بنسبة 13% بداية من معاش إبريل اللي جاي بدلاً من أول يوليو بتكلفة إضافية حوالي 8 مليار جنيه. كمان أكد الدكتور مصطفى مدبولي على إن كل الدول اتخذت قرارات تتعلق بالسياسات النقدية للتعامل مع الأزمة الروسية الأوكرانية اللي بتعتبر أشد من أزمة كورونا، وقال إن الدولة وضعت كل الخطط والسيناريوهات للتعامل مع الأزمة. كمان امبارح تم عقد الاجتماع الثاني للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الاستراتيجية، وتم توجيه الوزراء المعنيين بوضع تصور متكامل لتوفير احتياطي من السلع الاستراتيجية حتى نهاية العام،
مع التأكيد على توجيهات السيد الرئيس بالعمل على ضمان توافر السلع للمواطنين. وبالنسبة لرغيف العيش، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي قرار امبارح بتحديد سعر بيع الخبز الحر بواقع 50 قرش للرغيف وزن 45 جرام و75 قرش للرغيف اللي وزنه 65 جرام وجنيه واحد للرغيف اللي وزنه 90 جرام، والأسعار دي تستمر لمدة 3 شهور أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب. امبارح أيضاً رئيس الوزراء ألقى كلمة أمام منتدى الأعمال المصري الفرنسي اللي عقد بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وبمشاركة 50 شركة مصرية وفرنسية. وقال رئيس الوزراء إنه قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر حوالي 4 مليار يورو، وعدد الشركات الفرنسية اللي بتشتغل في مصر حوالي 160 شركة. امبارح كمان رئيس الوزراء عمل اجتماع لمتابعة جهود صندوق مصر السيادي في جذب الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وقال إنه صندوق مصر السيادي نجح في جذب وتوجيه استثمارات أجنبية كبيرة بقيمة استثمارات تقدر بأكثر من 2 مليار دولار في المرحلة الأولى.